محمد. تحياتي كابتن رمضان، كيف ترى ربنا يعزك، كيف ترى اختيارات روي فيتوريا لمباراه لمعسكر شهر سبتمبر اللي هي مباراه اثيوبيا ومباراه تونس؟ طبعا يعني اعتقد ان كل اللعيبه اللي موجوده في القائمه الحقيقه هم اللعيبه اللي يسالوا، يمكن احنا بس سامي مرسي الحقيقه احنا ما شفناهوش الفتره اللي فاتت، هو اللي متابعه، واعتقد من خلال متابعته هو ضمه، ويمكن الثلاثي الشناوي وصبحي وابو جبل اعتقد هم برضك الثلاثه اللي كانوا يعني شغالين طوال الموسم كويس، باستثناء طبعا الفتره الاخيره بس في نهايه الدوري كان صبحي مستواه تهز شويه، لكن هو كان عامل موسم الحقيقه موسم قوي جدا، ابو جبل نفس الحكايه. فطبعا كل الاسماء بقى اللي موجوده اذا كان محمد هاني ولا عمر كمال او احمد رمضان بكرم او علي جبر او محمد عبد المنعم، كل الاسماء اللي موجوده مبارعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وفتوح، طبعا مبارعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وفتوح طبعا مقدمين موسم الحقيقه يعني موسم قوي جدا. لا فتوح انا في رايي ان في اخر 6-8 مباريات للزمالك هو كان من افضل اللعيبه اللي موجوده في لا في هو عوده فتوح اعاده الثقه مره اخرى الى تكوينة نادي الزمالك، لان نادي الزمالك فتره توقف فتوح او فتره ابتعاد فتوح كان بيعاني وعنده مشكله كبيره جدا في الجون اليسري. طبعا فتوح لعيب كبير يا محمد، لعيب كبير جدا 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 الحقيقه، ويقدر يصنع لك الفارق. في لعيبه كوره مميزه جدا ولعيبه كوره كويسه قوي، لكن اللي بيصنعوا الفارق الحقيقه قليلين. عندك وسط ملعب طارق حامد طبعا عامل موسم ولا اروع مع الاتحاد، اكيد مروان عطيه افضل لعيب كوره في الحقيقه في الموسم اللي فات في رايي بمستوى ثابت الحقيقه. حمدي فتحي نفس الحكايه عامل موسم ولا اروع برضو، محمود حماده برضك موسم قوي جدا والراجل مقتنع بيه وبامكانياته الحقيقه وبيثق فيه. بوبو برضك نفس الحكايه عامل موسم قوي جدا. زيزو من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر الحقيقه في الناحيه الهجوميه. فاضل سام مرسي يا كابتن، يعني برضو احنا شايفين ان هو برضو يعني بيجي على فترات ومشاركته مش هي المشاركه الفعاله مع منتخبنا الوطني، شايفها ازاي؟ انا عشان كده يا محمد حتى اول واحد انا اتكلمت عليه سام مرسي، انا ما شفتوش يعني مش متابعه السنه دي، لكن كل التجارب واللي جه فيها الحقيقه والاختيارات اللي جه فيها هو ما لعبش دي حاجه، والحاجه الثانيه يعني معنى كده ان هو ما بي يعني ما بيثبتش وجوده. انا ما اعرفش اكيد المتابعه من فيتوريا الحقيقه ليه هي اللي خليته ان هو يختاره. يعني عندك خط هجوم طبعا خط هجوم قوي جدا جدا جدا، عندك صلاح افضل لعيب في العالم، عندك مصطفى محمد الحقيقه حاليا ما شاء الله عامل اداء معناه انت كويس قوي، فورمه عاليه جدا طبعاً. الحقيقه طبعا جدا جدا الحقيقه. عندك مصطفى فتحي في رايي من اللعيبه المميزه جدا في مصر الحقيقه، الموسم اللي فات عامل موسم رائع الحقيقه. عمر مرموش الموسم دوت شغال بشكل قوي جدا، لسه احرز هدف في المباراه اللي فاتت. عندك محمد شريف برضو هداف من يعني بشكل ومشاركته يعني في الدوري السعودي اعتقد انها تبقى برضو بالنفع والعائد بتاعها على منتخب مصر هيبقى كويس ان شاء الله. طبعا طبعا اكيد اكيد. وعندك اسامه فيصل نفس الحكايه. لا يعني القايمه انا في رايي قايمه هايله الحقيقه، وقايمه يعني كل اللعيبه اللي فيها لعيبه مميزه جدا ولعيبه الحقيقه يعني يصنعوا الفارق لمنتخب مصر. كابتن ما ينفعش حضرتك تبقى معايا وفي بيان من النادي الاهلي بشان البطولات المستحدثه، والنادي الاهلي بيسال ومنها بطوله كاس السوبر، النادي الاهلي النهارده بيلمح انه ممكن يبقى مش متواجد فيها بشكلها الجديد، وعشان كده كان في هناك خطاب الى اتحاد كره القدم المصري ورابطه الانديه بشان هذا الموضوع. شايف ان النادي الاهلي بما انه داخل معترك كبير جدا وبطولات عديده ومباريات كثيره جدا، شايف يعني تنويهه او تلميحه بشان السوبر رايك فيه ايه؟ عدم مشاركته في السوبر المصري؟ يعني هو الشكل الجديد هو تحدد خلاص ولا لسه بيدرس؟ هو لا هو الشكل الجديد كان هو تقريبا هيبقى من اربع انديه تقريبا، بطل الدوري، بطل الكاس، بطل الرابطه، ده الشكل اللي اتسرب يعني الى حد ما، ولو وفريق يتم اختياره من جانب الشركه الراعي، ده اللي اتسرب بشان هذا الموضوع. يعني هو لغايه دلوقتي انت ما تقدرش تقول ان مثلا في حسم فيه يعني، فلكن انا في رايي النادي الاهلي لازم يشارك في كل البطولات اللي موجوده. يعني انسحاب النادي الاهلي او عدم مشاركه النادي الاهلي في السوبر المصري لا يعني انا مش معاها يعني.
لا يعني هو يعني بشكل في دراسه او بشكل في تفكير او بشكل في ان انت مقبل على بطولات كتيره زي ما انا قلت لحضرتك، وبالتالي ممكن يبقى يعني امور يبقى فيها ضغط كبير جدا على الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي هذا الموسم. والله هو النادي الاهلي في تجربه الموسم اللي فات الحقيقه، لان هو لما كان شارك في عدد بطولات كتير جدا 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 الحقيقه، فهو لما انسحب من كاس الرابطه اعتقد كان افاده ليه، لانه لعبته الحقيقه ما تعرضتش لاجهاد طوال الموسم الحقيقه، وفكر كمان كولر الحقيقه اللي هو عمل الروتيشن من بدري جدا جدا جدا، فبالتالي يعني يمكن عنده تجربه قبل كده وهو منسحب من بطوله من ضمن البطولات عشان يحافظ على لعيبته طوال الموسم يعني. فنشوف الاول بس اتحاد الكوره هيقول ايه في حته الدوري السوبر، وهيحدد ازاي الشكل المسابقه، وبعد كده نشوف رد النادي الاهلي يعني. ولو كان هناك خيارين، خيار اللي هو السوبر المصري والسوبر الافريقي، السوبر المصري طبعا مع احترامنا وتقديرنا مش هيبقى في قيمه السوبر الافريقي الجديد بما فيه من فرق من اميز فرق القاره الافريقيه مختاره بعنايه او مختاره بتاريخها وادائها في البطولات، وايضا المردود المادي من وراء هذه البطوله هو مردود مادي كبير جدا جدا. شايف يعني برضو التفكير من الناحيه دي برضو تفكير فيه فكر تسويقي من ناحيه مشاركه النادي الاهلي في بطوله السوبر ليج، اعتقد ان ده حاجه برضو من الحاجات اللي بتضيف للنادي الاهلي. طبعا دي اولا بطوله هتبقى بطوله قويه جدا، من اقوى حتى من بطوله دوري الابطال، ان انت بتتكلم في ثمان انديه الحقيقه يعني افضل ثمان انديه في القاره يعني. وبالتالي زي ما انت قلت دلوقتي يا محمد، انت بتتكلم في جوائز 6 مليون دولار، يعني حاجه اضافه قويه جدا 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 لاي نادي هيحصل على البطوله يعني. فالنادي الاهلي لازم يشارك فيها، ولازم يشارك فيها بمنتهى القوه وبهدف الرئيسي للنادي الاهلي في كل بطولات او في كل مشاركاته في البطولات، ان هو يحصل على البطوله، وهتبقى اول بطوله بتتلعب واول بطوله النادي الاهلي بيحصل عليها. فطبعا ده هيبقى انجاز كبير جدا جدا للنادي الاهلي، ولازم النادي الاهلي يستعد بشكل قوي جدا جدا للبطوله دي، لان المباراه هتبقى صعبه جدا، وعشان تحسم البطوله هتبقى فيها صعوبه كبيره جدا. فاضل لي سؤال من جزئين، الجزء الاول انت حضرتك كده مع عدم انسحاب الاهلي من اي بطوله، لان الاهلي دايما هو نادي البطولات، دايما جماهير الاهلي دايما بتطالب لو فزت ببطوله النهارده عايز ثاني يوم بيطالبك ببطوله اخرى يعني. بالظبط يعني انا مع النادي الاهلي يشارك في كل بطولاته الحقيقه، لان النادي الاهلي اولا انت بتنافس دلوقتي خلاص، مش بتنافس افريقيا او انديه افريقيا او بتنافس انديه الدوري المصري، انت بتنافس وجودك عالميا كمان، انت بتنافس وجودك عالميا مع ريال مدريد يعني. انت فاضل لك مثلا بطولتين ثلاثه وتتخطى ريال مدريد، فبالتالي النادي الاهلي كل بطوله قاريه بيحصل عليها اعتقد ان بيديله افضليه على كمان ريال مدريد، فبالتالي النادي الاهلي كل البطولات الافريقيه المفروض ان هو الحقيقه يشارك فيها، وكمان مش بيشارك فيها، لا ده بيشارك فيها بهدف الحصول على البطوله، لان انت بطولتين ثلاثه كمان هتلاقي نفسك الحقيقه بتتفوق على ريال مدريد، وده حاجه طبعا تبقى شرف كبير جدا للكره المصريه. اخيرا حسين الشحات، شايف عدم اختياره فنيا من قبل روي فيتوريا ازاي؟ يعني حسين الشحات انا في رايي ممكن ما تبقاش فنيا، لان انت حسين الشحات عامل موسم مع النادي الاهلي من افضل اللعيبه في النادي الاهلي الموسم دوت، يعني حسين الشحات عامل مستوى الحقيقه، وفي كل طوال الموسم مع النادي الاهلي هو اللي بيصنع الفارق الحقيقه، عامل موسم رائع الحقيقه وموسم قوي جدا جدا جدا. عدم اختياره ما اعرفش، ممكن تخش بقى في الحاجات اللي هي السلوكيه الحاجات الاخيره ديت، لكن هو فنيا لا، فنيا عامل موسم قوي جدا جدا جدا. كابتن الكبير كابتن رمضان السيد محلل المنتدى والمدير الفني الكبير، بشكرك شكرا جزيلا.